معنا المحامي محمد طرابيط. طبعا طبعا بيتك هون موجود عشان الرئيسي، وانت قريب جدا من المواسير والمضخة الموجودة هنا، والظاهر انه في صوت عالي ومزعج ايضا. هذا الصوت كيف بنسمع اسا في هاي الحالة، هذا بطيء جدا. عندما تسكر كل الحنفيات في البلد بنسمع الصوت بشكل اقوى من هيك. الان عمال بعاني منه اكثر شيء بعد الساعات 11 بالليل، وهي مشكلة اللي انا توجهت فيها لمياه الجليل. توجهت في مكتوب رسمي وبيجوا مهندسين، ايش اجي من تل ابيب، وفي مهندس فؤاد خليل يتواجد هون، وفي كمان مهندس من عرابي اللي انا ناسي اسمه، بس لمجرد بيصلوا بتطلعوا يعني ما فيش حل واضح بالافق انه ممكن يتحل بكره او بعده او الاسبوع الجاي او الشهر الجاي. فكله بنطق اكمول، بيجوا بتطلعوا عليها وبضلوا رايحين، وهني بروحوا على البيوت. انا اللي بعاني منها اكثر شيء، بعاني منها بالليل، انا لا بقدر انام ولا بقدر اسهر عندي بداري، ومغلزه علي هون بالفوت على البيت. ففيش يعني ما انا مش شايف انه في حل شيلي. نعم، الظاهر انه برضه يعني الشيبر موجود برا، يعني في امكان اي ولد من الاولاد هما يلعب فيه يسكر ويفتح كيف بده. ما هذا برضه بشكل خطر. انت بتشوف، انت تطلع على الماسوره قديش هي قريبه على الشارع. هذا الشارع هو بشكل لفي وانحناء صعب على المنطقه الصناعيه، ومعظم السيارات اللي الرخم كبد والرخم اروق بنفد من هنا، وهذا بشكل خطر. ممكن اي سياره تضرب او اي سياره عاديه تفوت فيها وتعمل هون اي دمار. يعني اذا عمل هون اي انفجار في الماء، في هون دمار اللي ما فيش حدا يقدر يقف قدامه. يعني رايح هون يصير طوفان في المي، طوفان بدون شك. طيب اذا كان في اقتراح انه تسوى لك خزانه مع شيء يمتص الصوت، ما اجوا مهندسين للمي وكل واحد بيعطي راي اخر. الخزانه انحطت والخزانه برضه ما منعت الصوت. كان في اقتراح من مهندس من تل ابيب اجى ما يقارب من 10 سنين، الاقتراح انها تنزل بقلب الارض. بقلب الارض وينصب حواليها اربع حيطان من بطون وتتفكر من فوق، يعني يكون في امكانيه على السلم ينزل ويصلحوه اذا صار ايتها شيء. على يقولوا انه هذا الشيء بطل يعني حسب المواصفات، حسب المواصفات مش تاكن. ما فيش حدا عمل بيساعدني، يعني انا بتوجه كل المسؤولين، فيش امور صاغيه، بس مجرد كلام فاضي وكلام فارغ، انا مش راح يفيدني. يعني توجهتني للمكتوب رسمي كوني محامي، يعني اني توجهتني للمكتوب رسمي حتى يعني ما كان في تقدير للتوجه اللي شيلي. واحنا مش عارف شو بدي اساوي. يعني وصلت لمرحله انا اولادي بناموش بالليل، وفي عندي مشكله وقريب من غرف النوم، والمشكله انا بعاني منها، يعني اني بعاني منها اكثر من شهر ونص. توجهت لجميع المسؤولين، فيش حدا عم يساعدني. شكرا لك.